كان برضه مطروح يعني، لكن بشكل عقود ورسم وحاجه رسميه كانت لسه ما وصلتش للنادي يعني. لسه. طيب ليه الاهلي مش عايز يلعب مع الزمالك في ويمبلي يوم 21 او 23 زي ما الشركه الرعايه حددت الميعاد؟ لا مش الفكره، مش عايز العب، بالعكس انا عايز العب طبعا مع الزمالك في اي وقت، بس انت عارف ان انا عندي ماتش بعد، ممكن يبقى يوم 27، ولو ربنا كرم سبحانه وتعالى ووصلنا للدور 16، ايوه. الماتش الاول بالنسبه لي هيبقى بره، مش هيبقى جوه مصر، هيبقى مره، هيبقى بره، وجديدا يعني مجموعه من الفرق اللي مشوارها في الطيران صعب شويه، مالي او جنين، يعني بتتكلم في رحله الطيران بتبقى صعب شويه. ايوه. لو الميعاد تم تعديله ولا حاجه قد يناسبنا، لكن الفكره في توقيته، في مش توقيت. فكره في توقيته. طب هو العرض ده مش اتعرض على النادي الاهلي ولجنه الكوره ومجلس الاداره وانتوا رحبتوا في البدايه؟ لا خليني اقول لك كابتن كريم، هي يعني المنظومه عندنا يعني اي حاجه بتيجي بتعرض على الجهاز الفني الاول. الجهاز الفني بيقول رايه، لو يعني رايه يوافقه او يتناسب مع المرحله يتم القبول عند لجنه الكوره، يعني الاولويه بتبقى دايما لرغبه الجهاز الفني. فاللي حصل ان الاول كان العرض جاي على ان هو تقريبا يوم 12 او 13 ابريل تقريبا يعني كده، اذا ما تخون الذاكره، وبالتالي كان هيبقى في فتره كافيه على الماتش الثاني لو صعدنا الدور 16 يعني. اما في حاله اقامه يوم 23، انت بتتكلم في انجلترا، وبعد كده ممكن يبقى الماتش الاولاني عندنا في مالي ولا حاجه، هتبقى رحله طيران صعبه شويه. صعبه ومفيش وقت. ولا وخلي بالك برضو يعني انت بتتكلم في رحله طيران، رحله طيران صعبه، وفريق برضه انت مش عارفه بشكل جيد يعني، حتى استاد مالي ولا حاجه هو الاقوى. هو الاقوى استاد مالي يعني، اقوى من بطل بنين بطل يعني المالي. المتوقع البطل، لا انا قصدي اللي هو اقوى من الفريق اللي هيلعبه اللي هو بطل بنين. اقوى من بطل. فالمتوقع ان شاء الله النادي الاهلي بس يعدي البون الاول، ممكن يكون المنافس في دور ال 16 فريق استاد مالي يعني، على اساس ان هو الاقوى شويه. بالظبط كده. فرحله الطيران بتبقى حتى من القاهره بتتطلب ان انت تروح المغرب او تونس او حاجه في افريقيه، فهيبقى المشوار صعب شويه، لكن لو تم تعديل الميعاد مفيش مشكله، مفيش مشكله. طيب كابتن سيد برضو اتسرب كلام كده ان الامن مش موافق ان النادي الاهلي يلعب بجمهور في مباراه العوده مع البني الاثيوبي، هل الكلام ده وصل لكم بخطاب رسمي من الامن او المعلومه دي وصلت لك ولا لسه؟ والله بص يعني التسريب ده بقى شغال على ودني، كل شويه يطلع لك حاجه، تسريب من اتحاد الكوره، تسريب من الامن، فكده ما وصلليش حاجه بشكل رسمي، لكن هي مؤشرات يا كابتن كريم. انت بتتكلم ان انت بتلغي مباراه وديه، يعني ما بالك من مباراه رسميه؟ طبعا اتمنى ان ده ما يحصلش. ايوه. سواء كان للاهلي او الزمالك او انبي. انت بتتكلم في اهم حاجه في المشاركات الافريقيه، وانت عارف كده كويس قوي ان على مستوى المنتخبات او الانديه يعني جمهور 60% من الفوز بيبقى جمهور. صح. فانت بتتكلم في نسبه عاليه جدا يعني. لما تحرمني من حاجه زي كده، فانت حاجه صعبه. وعلى مستوى الانديه العالميه هتلاقي اي نادي على مستوى العالم بيحقق اكتر بطولات على مستوى بلده او حتى على المستوى القاري على حسب القاره اللي هو فيها، وما عندوش شعبيه جماهيريه. لا طبعا صعب جدا. صعب. صعب جدا. صعب جدا. صح. انت لما تحرمني من حاجه زي كده، والزمالك نفس وضعه الانديه ككل. ايوه. فدي مشكله، ومشكله كبيره جدا يعني. طيب الاهلي هيشترك في الدوره التنشيطيه ولا لسه برضه ما اديتوش قرار يا كابتن سيد، ولسه مش عارفين هل هتتعمل ولا لا برضه لسه؟ يعني انت بتتكلم في حاجه انت كريم مبهمه، ما تفهمش، ما تعرفش منها حاجه. لا اصل في انديه اعلنت اللي هي مش هتشترك زي الزمالك، قال مش هلعب من غير الدوليين ولا كاس مصر ولا الدوره التنشيطيه، الانتاج الحربي اعلن، فاهم قصدي؟ لو الدوره اتعملت، فعايز اعرف موقف النادي الاهلي. من غير الدوليين ده صعب جدا. غير الدوليين ده صعب جدا. لكن انت دايما يعني، انا جالي حاجه ان هي اربع مجموعات، وبعد كده الانتاج الحربي والداخليه والمقاولين هيلعبوا ماتشات مع بعض. انا يعني شايف ان دي مش فير اصلا. يعني ده لو اربع مجموعات يا سيدي اعمل مجموعتين خمسه ومجموعتين اربعه خلاص، لو انت في النية. انت عايز تعمل الاول تجرب الدنيا هتمشي ازاي بالماتشات ديت، ده شيء ثاني يعني. وانا كنت بقول ما فيش حد في الدنيا كلها يعني، الاهلي او الزمالك ممكن يبقى فيه ست سبع لعيبه، الاهلي ممكن يبقى فيه ست سبع لعيبه او اكتر من كده في المنتخب. بالظبط. تمام. طب انت بالنسبه لك دلوقتي عندي مصابين، هتلعب بمين يعني؟ هتتكلم في عدد قليل جدا، هتلعب بمين؟ مهم جدا للاهلي والزمالك وانبي والانديه المشاركه في افريقيا تحديدا، انا كابتن كريم، انها تلعب. ايوه. تلعب عشان تبقى في مستوى فني تدخل مباريات.
لكن احنا بنقابل مشاكل كتير قوي يا كابتن كريم. انت دلوقتي بتقول لي ماتش البن الاثيوبي من غير جمهور، وبعدين بتكلمني في دوره تنشيطيه. دايما احلامنا بتبقى كبيره قوي مع ان الحقيقه غير كده. والسبب في ده من وجهه نظري انا يعني ان انت دايما ما بتروحش للمشكله، ما بتقابلش المشكله، بتلف حوالين المشكله وتقعد تدور في حلول وقتيه، وبعد كده تعالج حلول وقتيه، وبعد كده تصطدم بكارثه كبيره لان انت ما حلتش المشكله من الاول. احنا نروح للمشكله اساسا نواجهها، مره نواجهها، ما نقعدش نسيف في الامور ونبدا تقول قرار هعمل يعني جمهور او مش مش هنفضل قاعدين مستنيين لغايه اخر وقت وبعدين نبدا نشوف ايه اللي هيحصل. لا انت بترمي حاجه وبتشوف بالونه اختبار ايه رد فعلها ايه. كل اللي احنا فيه ده، كل اللي احنا فيه ده كله عشان انت ما عالجتش الموقف اصلا. تعالج الموقف وتعالج المشكله الحاجه اللي حصل بيها او كانت متسببه كل اللي احنا فيه ده، تمام؟ عالجها بقرارات 100% صح، 100% أيوه. قويه، تمام؟ وبعد كده تعالى يا جماعه بقى الحياه لازم تستمر، الحياه لازم ترجع من جديد، هنعمل 1 2 3 4 كل ده في اسبوع 10 ايام. انت شويه القرار هيطلع بعد 10 ايام، شويه هيطلع يوم الاحد، شويه هيطلع يوم الاثنين، شويه هيطلع يوم الثلاث، في دوري تنشيطيه، في كاس مصر، في كل ده بيخليك انت كمسؤول في النادي الاهلي او في اي نادي مش عارف الخريطه قدام هتعمل ايه. يا سيدي هات لي اي مدرب على مستوى العالم يحط برنامج تدريبي لحاجه مبهمه مش معروفه. صعب طبعا. وعارف يعمل ايه؟ يعني ما بتلعبش ماتشات وديه، تمام؟ هتلعب مباراه بطوله تنشيطيه، هتلعب كاس مصر، هتلعب في افريقيا، مش هتلعب هتلعب بكره مع فريق مثلا درجه ثانيه، درجه مش عارف تعمل برنامج تدريب. بالظبط. الحياه ماشيه بشكل مش مظبوط، كل ده برضه هرجع اقول عشان انت ما بتعالجش مشاكلك مظبوط. يا اخي مره واحده بقى، مره واحده، مره واحده ناخد قرار 100% سليم ان شاء الله، مره واحده ناخد قرار للمستقبل. بشكرك كابتن سيد، ويعني ان شاء الله بالتوفيق ليكم وللنادي الاهلي في المرحله اللي جايه، ولقاء طبعا البوني الاثيوبي ده اقرب لقاء للنادي الاهلي. بشكرك كابتن سيد عبد الحفيظ. نروح لتونس على طول ومعايا